ديت عندنا من الافور ديال المباراه السوبر جداد من التحكيم زيد الصوت ديال السيناريو ديال المباراه ما كناش كنتسناوه يكون بهذا الشكل خصوصا باش جانا الهدف الاول ورجعوا الفريق ديال المنتخب عاود شجنا من بعد ما كانت هناك عدة فرص بالنسبة للمنتخب باش ندخلوا المباراة ونفس الشيء في بداية الشوط الثاني بدينا بجوج ديال المحاولات باش ندخلوا المباراة انفراد ديال حميد الحداد الحارس وكذلك نقوم في القائم الثاني اللي كنا ندخلوا المباراة ولكن ملي كيتفرج لاعب في الدقة 56 مع المجهود اللي قايمين به اللاعبين اختلف هاد الاسابيع او الاسبوع او ايام ثلاث مباريات يعني مسترسله بين وحده عندك يومين اكيد بان كاين من ناحية الانعراف البدني وتزيد الطرد وتلعب ناقص في الوقت اللي كان كنا غنمو التغييرات باش نرمو الصفوف ونزيدو نعطيو يعني الاضافه في وسط الميدان وفي الهجوم فالطرد اظن بان خطر علينا كثير حتى التغييرات اللي درنا بالنسبه للاعبين اظن بانهم ما دخلوش بشكل اللي كنا كنطلبوا فيه في المباراه و جا الهدف الثاني ديال التعادل فانا كل القرارات ديال الحكم كنحترمها اكيد لكن كنت نتمنى باش يرجع للبار باش يشوف الهدف الثاني واش كان فعلا واحد الشروط هنا ولكن هو جا قال لي الحكم اللي شرف انه راه لمست في الجيش ديال اللاعب ولكن لمست ماشي عن قصد اللاعب اللي مرها هو اللاعب ديال اولمبيك اسفي فكان على الاقل اللي رجع للبار راه هذا كيتاكد فاظن بانه في ظهر لعب مباراه بهذا الشكل يخرج الورقه الحمراء خاص تريد فيها واحد شويه لانه باش ما يكونش تميل الكفه ديال الفريق على الفريق اكيد بان لما خرج لاعب ولا عدم توازن ديال الفريق صح هذه حقيقه هناك احباط اكيد لانه ما كناش كنتسناو يعني هذا السيناريو وبالرغم بان شفتو بقينا يعني كنقاومو باش نرجعو غير التعادل على الاقل فهنا كلمات عاجز باش نلقاها باش يمكن نهضر باش احسن شيء بانه نقدر نقول فوق طاقه ديك الثلاثه شكرا سي رشيد واخا ناخذ سي يوسف سي رشيد منذ التولي ديالك على الفريق اكيد انك ماشي تصور في الفرقه ولكن واش لهذه الدرجه هذه ان ما كاينش حلول هجوميه واش لدرجه انك دائما تو انسيست على واحد اللاعبين وانت قلت بانك كيعيوك حيت حميد الحداد لماذا ما تجربش مثلا من جديده 5 ميليو علاش ما تلعبش افيك اون اتاك باسكو انت لاعب في كازا خصك تربح شنو هذا الميساج اللي كتوجه للخصم ديالك فاش انت كتلعب واحد ميليو افيك 5 ودائما الكواري جيت احداد واحداد يمولتيبلي لي كورس واحد الوقت كان خصو يخرج ولا كان خصو ان بوتي شونجمون ديال يدخل من جديد ونشوفو باسكو كتقول اللاعبين كيعيا ولكن فاش بغيتي كتقلب على شي لاعبين ما لقيتيهمش بحال بادين باندا بحال لاري دروا ديال السوان بوخوا الناهري اليوم واش فعلا انك تقر انك تو في دي فوت سورتو في 11 دو ديبار تقديري ابخي ما ساهله ولكن بحال دابا مثلا الناهري كاري دروا عمرو ما عطا دونك شنو هو اللي جاو منه جوج ديال الاخطاء واش كتقول بان خطات اليوم هاد المباريات سويس ديال ماشي ديال التجربه هاد المباريات خاص التجربه لاعبين ديال التجربه اظن بانه ناهري في المباريات اللي لعب ما كانش خايب علما بانه حتى التداول اللي هضرت عليه من ديجا لعب المباراه ديال جده وقام المباراه ديال جده ولكن تيظهر لي بان شتي وخرج الدقه 65 من النهار المباراه السابقه وهو بنفسه قال لي انا ما استعدش يعني هو توقف واحد واحد الفتره كثيره ما يجيش من بعد ما رجع ومن اتصاب اون بليس باش نرجع وندخلو في يعني في مباريات تنقول انا سيدي فينال هذه حارقه المباريات ماشي ديال الهجره وشفتي يعني الناهري بالنسبه للعطاء ديالو هذا كيبقى انت ولكن التمريرات ديالو كلها اللي كانت حاسمه اللي عطى الضربات شفتي بانه كما قلت شحال من بالاريتي ضربات شحال من كرات كبيره مرقه والمنظومه هذيك اللي كيسجلها وكذا هنا بالنسبه لنا ما فيما يخص المهاجمين
اكيد بانه الوسط الميداني عنده حس هجومي واللي 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 اللي كيعطي امثال زريده للهجوم تسجل ولا الغوما كذلك تسجل، ولكن اطوار المباراه راه تغيرت بحكم بانه الطرد اثر كثير بزاف، وحنا دائما في السيارة ديالنا باش غادي نزيد نعزو باش بجديده، لان بجديده مثلا المباريات كلها شوف ملي كان تيدخل من الاول المردود ديالو ما تيكونش كاين، انا كنعرف اللاعبين ومستواهم لان عشرهم كان اسبوع تنعرف ما تيعطيش، ولكن ملي كيدخل ك ك ك ك كاحتياطي وكيزيد دائما كان كيشجل ورجع لكل مباراة. ف اظن بان التغييرات كانت موجده السيناريو ديالها على اساس بن زايد يولي هو وحميد احمد باش نرجعو، لان هما لعبوا بواحد ثلاثه ديال المدافعين قارين 3-5-2 وكنا زايد ناويين غادي نزيدوه في واحد الدقائق، ولكن ملي كيضطر يلعب في واحد البدايه ديال الشوط الثاني 56 دقيقه وشفتي بانه نقطه اخرى ما مسكتش فيها بانه في التسخينات كنت غادي يعني حتى الارجون كان كنحس بواحد بتيت كونطرات في اونيفو ديال السكيولوني ولا ديال لي زاديكتور، ولكن تنعرفوا بانه وشفتوا الدور اللي قام به في وسط الميدان تيظهر لي تما تتكون مع المعركه، خصوصا مع واحد الخصم اللي متكتل تيلعب لك جوج ديال الخطوط وتيلعب لك كره المنتدى، يعني سريع في كره المنتدى خطري وعلى اكرام فين كانوا خلقوا عده فرص ديال التسجيل. ف تيظهر لي بانه قلتها واحد الوقت وراه قلت فوق الطاقه ديال الكلام، ولكن تنقول حتى بالنسبه للتركيبه كما قلتي المشكله ديالها، ولكن في الاختيارات ديال اللاعبين في الاختيارات ديالهم ما كانش دعم للمهاجمين واحد المستوى اللي كبير. انا ما بغيتش باش ما نقيش اللاعبين، ولكن هذا فريق الرجاء، فريق الرجاء ملي كتفقد كما قلت اللاعبين بحال مون وبحال رحيم وبحال حفيظي، ف اكيد بانه كتاثر على المشكله وعلى الاخطاء ديال الفريق. وشفنا حميد احداث كما قلت لك ماشي قضيه الاعراق، بالنسبه لي تيبقى دائما واحد ان بوازون لانه يقدر في اي لحظه يقول هذا والعطاء ديالو شفت من حميد احداث دائما انه راه معياش، ولكن تيظهر لي بانه المساله ديال حميد احداث كانت وكانت فعلا شفتو زيد شحال توقف المربع ومشى وعطات مبيدات كان يشجع كاع حتى واحد، نفس هما كما قلت كان مشى، واكيد بانه هاد اللاعبين اللي سبق ليهم يعني لعبوا بيناتهم لان في ديناميك سي اكويزي وتيكون سون كويزي وتيكون ليهم بيني اظن بانه هو مهاري، ولكن المهارات واش كافيه انت باش تكون عندك واحد المنظور، لانه خصك تشتغل في الشق الهجومي والشق الدفاعي سينو غيكون عندك التوازن. وانتم شفتوا شحال من كره بالنسبه لها بالنسبه ليا كانت شحال من كره كانت تولي علينا عاكسه، والشيء هو بالنسبه ليه حتى بالنسبه للجمهور اللي كيحس بان عنده الامكانيه التقنيه ديالها، ولكن واش كيوظفها افيك اون افيكاسيتي بالنسبه ليه. اي سا جو سي جو كوني لي جوار جو كوني لا فالور ديالهم كوم وين داكشي باش اللي اساسي راه معروف اساسي والاحتياطي احتياطي وملي كنحتاجو راه كنبدا 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 سي رشيد مساء الخير. اكيد اللي كيعرف رشيد الطوسي كيعرفوا عاشق التحديات، اليوم تخشي في هذا الجروب اللي عندك مالغي الجمهور قال انه افكتيف ماشي ما عندوش شخصيه البطل ما عندوش شخصيه التتويج، يمكن لا فان سيزون كانت ابخي ماتش ديال واتسان خريكا، مي الديربي عطى واحد الامل امل الجمهور اليوم باش نقدروا نقولوا انها لا فان سيزون ديال الرجاء حسابيا، لان الفارق اليوم هو 6 نقاط مع المتصدر. واش اليوم الجمهور كيقول انها نهايه الموسم الرجاء مابقاش داخل في صراع اللقب، واش باقي رشيد الطوسي كيتشاف في المجموعه؟ اكيد اتفاقات بقى دائما في المجموعه كنحاولوا نجمعتو لانه هناك 9 نقاط مازال ملعوبه وكنتسناو ايه حنا رجعنا من بعيد كما قلت رجعنا من بعد ما جيت انا كانوا 9 نقاط الفرق ورجعنا حتى نقطه واحده، من بعد رجعت 4 ديال النقاط ومن بعد رجعت 3 ديال النقاط وعاد رجعت 4 ديال النقاط، فتيظهر لي بانه لانه الا ما عطيتش المجموعه اكيد بانهم غادي الان غنقول بالنسبه لنهايه الموسم، نهايه الموسم مازال ما تسالاش بزاف ديال المباريات، وعندنا كذلك مباراه ديال الكاس اللي بالنسبه لنا هدف اخر اللي مستريم. ف كما سبق وتكلمتي بانه
بالنسبه لينا الرجوع في الديربي كان بشكل قوي، ورجع الامل لينا. غير هو بانه راه كذلك المباريات المسترسله اكيد كتنال شي شويه من اللاعبين، خصوصا اللاعبين اللي رجعوا كذلك من الاصابات. هنا شفنا فرحت كثير باش رجع ليا العرجون منذ وقت كبير ما لعبش، كذلك اللاعب زكريا الوردي وكتعرفوا الدور ديالو. ولكن بالنسبه للايقاع ديال المباريات اللاعبين خص المباريات باش يمكن هذا اليوم هذا السيناريو ما كناش ضربين عليه الحساب، وما غنقولش نتاسفوا لانه للاسف ما غادي يدير هذا، ولكن كما قلت واحد الوقت ممكن البعض يمكن ترجمه هذا بانه عندنا نقص فعلا في الخط الهجومي في فريق الرجاء. كوتش اليوم شفنا خطة دفاعية تقريبا 90% الاعتماد فقط على حميد حداد في لاطاك، خمسة ديال لي كاسور ما فهمناش صراحة السبب ديال اختيارك هاد اللاعبين بالضبط، وعدم الاعتماد كذلك على أحد اللاعبين اللي كنا زعما صحفيين ولا الشارع الرياضي الرجاوي بوجه الخطوط كان كيتسنى ان بداوي نشوفوه رسمي في هذه المباراه، خصوصا الاعتماد ديالكم عليه في ضد مولوديه وجده قدم المردود كان في المستوى. شنو السبب؟ ودابا قلت لك في الاول بداوي اكيد جاي من بعد ما كان موقف واحد المرحله كبيره بزاف في المباراه، هو طلب تغيير ديال الدار خاطر ما بقاش قاعد جور ديك خوش ضد وجده ورجع لان من بعدها هذوك لي كرومب وفي التدريب ديالو تصاب بواحد الاصابه، رجع مؤخرا لان ما كانش كاين مكان، ما عمرك شفتي في التشكيله ديال المباراه الاخرى ما كانش ديك الساعه، كان يلاه دخل يمكن رومبلاسون في اخر مع المحمديه وكنستنى باش نكون ف من رجع هو بنفسه المباراه الثانيه قلت لي واش تبري عاوتاني نزيد نعطيك دقائق اللعب بس تاخذ كما قلت سيوس قبل الاكسبيريونس وتاخذ اوقات باش يمكن تنهيك، لان هذاك لاعب واعد بعد الامكانيات وانا معول عليه يعني التشكيله، ولكن هو بصراحته اخلاقه بتربيته قال لي ما تعودش عليا سيرجي ضد الفتح المباراه اللي من وراه ولكن من ذاك الوقت راه تصاب لانك تلعب مباريات وديه ولعبت في مباريات وديه ولكن ما جاهزش 100% وخمسه ديال ليكاسيون لا هو عطيني دابا رجع خمسه ديال ليكاسيون كيفاش كتحكم انت على خمسه ديال ليكاسيون؟ بانت هنا التشكيله زعما بين فريق الرجاء بين طريقه غير مباشره للفريق الاسفي انه متخوف من الخطر. بالنسبه ليا جو سوي انا ديال جوار كي سون بوليبار، كون جو بار دان كوما كون جو بار دان زريدا ولي تحول باش تيسجل لنا الهدف بكان وسجل عده اهداف وكيتحول وشفتو حتى العطاء ديالو، ما كناش لاعبين اللور ورا بالعكس عاود شوفي المباراه من جديد وشوفي شحال فرص سجل تحتينا في الشوط الاول. ولكن واحد في لا ولكن باش تقول لك تحت فرص ما كانش واحد وحده بالعكس انا ما متفقش معك سمحي لي ما كانش واحد وحده الزريده كان تحت ليه فرصه نقوم تحت ليه فرصه انت عندك لاعبين تحت ليه فرص عندي جوج اسئله الاخر وسي عرفها سي رشيد طاوسي المباراة ديال محمد والمباراة ديال اليوم كتحمل فيها المسؤولية ديال أن التعثر، واش رشيد طاوسي عنده الميكانيزمات باش أنه كيشوف الفريق في واحد الورطة وأنه كيشوف التغييرات الناجعة لأنها تزيد الفرقة اللي قدامه وما ترجعش له، واش رشيد طاوسي كيشوف هادشي؟ أكيد بأن دائما تكون عندها حس بالنسبة لنا الهجوم، لأن بيني اللي دخلت راه مهاجم آخر بجديده راه مهاجم ولكن بجديده ما دخلش في الوقت اللي كان خاصو يدخل فيه. دابا طرحتي سؤال نجاوب. اوكي شوف اسمح لي نكمل السؤال ديالك ولا تكمل زيد مرحبا ما ندير السؤال جواب نبقاو الاخوان نبقاو يتسنى لان كون كان هكا كنعطيو السؤال باش يعطيو ولا لا؟ في مباراة كرة القدم راه ما كاينش غير الحس خاص يكون واحد التوازن عندك، إلا بغيتي تقوي واحد الجانب راه تضعف جانب آخر، وانت ناقص بعدد ديال اللعيبه ها تدخل ثلاثه المهاجمين في وقت واحد اش غادير وسط الميدان
راه تاخذ واحد 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 من طاني تاخذ واحد الزينه ديال الهدف، ولكن ما غاديش يمكنوا. حنا دائما املنا باش نرجعوا في المباراه، وشتو هكاك بقينا كنناوروا باش نرجعوا على الاقل التعادل، باش غير نصوفيو تيظهر لي بان السيناريو ديال المباراه انا قلت لك التحول، باش نكون صادق معاك ونكون زعما هذا، وانت ثاني تكون تبارك الله عليكم، راه ماشي راه كتشوفوا الكره ومتبعين الكره، راه حنا لعبنا مباريات اكيد غطنا اللاعبين هذا، ولكن ناقص بواحد اللاعب وفيه في هذا المركز جد مهم في وسط الميدان، فاظن بانه قلت لك في الاول وهذه كانت حمد شويه ديالها بان التغييرات اللي درنا ما عطاش الاضافه اللي كنا كنتسناو، هذا هو الجواب الحقيقي، ما عطاش الاضافه باش اللاعب يكون مازال طري، ونجود ديال مجهود بدني سواء يعمر وسط الميدان وزيد الهجوم، هادشي هذا هو اللي قدرنا من بعد نمشي وندير تحليل ونتقيل باش نجاوب على السؤال ديال الكابتن، لا بيني اللي عنده حس هجومي ولا بجيل، واش غنخرج عبد الحميد حتى باش بغي نبدل مهاجم اخر، ما نبدلش مهاجم بمهاجم، خصني نزيد الهجوم، وفي نفس الوقت الاخرين خصهم يبدلوا الادوار ديالهم كذلك، باش في مباراة كرة القدم خصك انت يعني تريكيبيري البارك، خصك تعرف فين تلعب الكرة واخا تكون كمهاجم. مرحبا. اخر سؤال. السلام عليكم السي رشيد. قبل الكلمه كنت قلتي لي حنا كنعرفوا الصوره، بالنسبه ملي كنجيو نشوفوا التشكيله كتبان لنا بان الراجل ما بغاش يلعب. راه هي التشكيله اللي بحال الوداد. لا ماشي هي التشكيله. شوف باستثناء الاصابه ديال اللاعب. اخر سؤال. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.